السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في عنا درس الثبات في حياة المسلم، وبتمنى تكونوا شفتوا ورقة العمل اللي أرفقتها على الموقع، لأنها بتكون طبعا لخصت وجمعت الكثير الأمور الموجودة في هذا الدرس. اليوم عنا درس الثبات. بداية نعرف معنى الثبات، هو مداومة الاستقامة على التزام شرع الله عز وجل. على المسلم أن يستقيم على شرع الله عز وجل. هل هناك أثر للثبات في حياة المسلم؟ نعم، هنأخذ نقطة هون ونستكمل البقية في نهاية الدرس. أثر الثبات في حياة المسلم زي ما هو واضح قدامك، أنه يستطيع المسلم بثباته على الدين أن يواجه التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرته. تمام، هلأ رح أكتفي بهذا القدر هون، لأنه الكلام اللي مكتوب في هاي الفقرة معاد بالصفحة الأخيرة. تمام، هل هناك جزاء للذين ثبتوا على هذا الدين؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ننتقل الآن، هل هناك علاقة ما بين الإخلاص والثبات؟ هل له دور الإخلاص في الثبات؟ نعم، له كل الدور، لكن بداية نعرف الإخلاص. الإخلاص هو صدق نية العبد في تعامله مع الله تعالى في الأقوال وفي الأفعال، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالثبات. كيف؟ لأعلل طبعا، لأنه من أبرز دواعيه، فكلما زاد صدق العبد مع الله زاد ثباته، فبالتالي النتيجة لا يرجو المسلم إلا رضا الله تعالى، ولا يقدم أحد على طاعته سبحانه. إذن برجع بعيد، تعريف الإخلاص صدق نية العبد في تعامله مع الله في القول والفعل. هل هناك ارتباط؟ نعم، طبعا في ارتباط مع التعليل، أبرز الدواعي. القاعدة بتقول كلما زاد صدق العبد زاد الثبات، فبالتالي إذا ثبت المسلم لا يرجو إلا رضا الله، ولا يقدم إلا على طاعته سبحانه. ضرب لنا الدرس مجموعة من الأنبياء، أمثلة على الأنبياء الذين ثبتوا في سبيل الدعوة الإسلامية. الأول سيدنا نوح عليه السلام، الثاني سيدنا إبراهيم، وسيدنا محمد. نأخذ ملخص عنهم. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام صبر في دعوته إلى الله عز وجل، حيث أنه طبعا عاش في قومه يدعوهم تقريبا 950 سنة. تمام، لكن للأسف لم يؤمن معه إلا قليل، ومع ذلك لم ييأس إلا أنه استمر في هذه الدعوة. هذا بالنسبة لسيدنا نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يدعو أباه شايفين وقومه إلى عبادة الله عز وجل، ترك الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. لما أقام عليهم الحجة عاقبوه، لجأوا إلى حقه بالنار، لكن الله عز وجل فاجأه بأن أنجاه منها. تمام، بالرغم من ذلك بقي سيدنا إبراهيم ثابتا على هذه الدعوة، مشفقا على قومه، داعيا لهم بالهداية. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هذه معجزة بحق سيدنا إبراهيم. ختاما، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه أذى المشركين في مكة، لجأ إلى الطائف، كلكم تعرفوها، يدعو أهلها طبعا حتى ينصروه وحمايته فيها، لكنهم للأسف أساءوا إليه، حرضوا صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم على إذائه والنيل منه، فسبوه وآذوه، وكان معه زيد بن حارثة، وهو صابر. موقف النبي من هذا الإيذاء، صابر محتسب، يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهدي من أساء إليه. حتى كلنا نعرف الحادثة، أنه جاءه جبريل وأخبره أنه لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله وباليوم الآخر. هذا يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام. هلأ بس أرجع شوي، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى يسموا بأولو العزم من الرسل، هنا ورد ذكرهم. من هم أولو العزم؟ هم الأنبياء الذين صبروا على الإيذاء في سبيل الدعوة. أنبياء صبروا على الإيذاء في سبيل تحمل الدعوة الإسلامية. إذن هل هم مأجورون؟ 100%. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب، هلا برجع للإشي اللي حكيت لكم إياه في بداية الدرس. أثر الثبات في حياة المسلم، نعم له آثار، حكينا النقطة الأولى في بداية الدرس. نستكمل، ينال المسلم به رضا الله والمحبة، يشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة، يعتز بالدين، لا يبيع آخرته بالدنيا، ويتمسك بالقيم والمبادئ، ويفوز بالأجر. هاي بالنسبة لأثر الثبات. هلا أهم نقطة اللي هي ما هي الأمور التي تعين المسلم على الثبات؟ إيمانا بالله عز وجل، أن نستشعر مراقبته اللي هو الإحسان،
ثم نتخذ الصحبة الصالحة والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. نطلع بنتيجة، هي طبعا كانت بداية الدرس، أننا نعتز بديننا فلا نبيع الآخرة بالدنيا. يعطيكم العافية.